بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله انا جايبة لحضراتكم جولة مع تفاهيد زي ما احنا شايفين في مول عجب ستار في اسكندرية. هنشوف احتفالات واستقباله اللي هو تفاهيد شهر رمضان المبارك. تبصوا العروض والخصومات اللي عاملينها. مج سيراميك ب 35 جنيه خصم على كل حاجة، على المعروضات ب 10% من 16%، وقلم روج ب 15 جنيه زي ما احنا شايفين. في قلم روج ب 10 زي ما حضراتكم شايفين، يعني هما ايه عاملين خصومات وحاجات وشهر رمضان من بدري قوي. وبصوا فوانيس، اشكال جميلة جدا من الفوانيس واسعارها طبعا اكيد معقولة قوي. والهدايا دي الاشكال اهي زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى اشكال جديده للموبايلات، للجرابات الموبايل. حاجات حلوه جدا طبعا، حاجات رمضان خياميه. بصوا الفوانيس، طبعا ايه اشكال رمضان اللي احنا حبيناها وشخصيات رمضان اللي احنا تعلقنا بيها وتربينا وكبرنا عليها، واولادنا طبعا ايه برضو حبوها زي ما لو احنا بنحبها. بصوا حضراتكم طبعا، وهم طبعا مستعدين ده هو لصلاه التراويح زي ما حضراتكم شايفين بالمصليه والمصحف. بصوا حضراتكم حاجه جميله جدا، حتى ان احنا مثلا نخلي بناتنا واولادنا يحبوا ويتعلقوا بالصلاه وبالتراويح بالحاجات الحلوه دي. كل سنه وحضراتكم طيبين. اشكال الفوانيس الجميله دي واشكال الهديه ما شاء الله. بصوا بقى الاشكال بتاعت الفوانيس الجميله صراحه، عندهم هنا هو التشكيله جميله جدا من الفوانيس. بصوا اشكال الهدايا، بصوا حضراتكم بص حضراتكم اشكال حاجات جميله جدا. بصوا اشكال جميله جدا. بصوا بقى الركن اللي هو الشخصيات الكرتونيه هنا يا جماعه عند تسهيل هنا بمول عجم ستار باسكندريه للهدايا والمكياجات والبرفان. كله احتفاليات جميله جدا، عملت كمان احتفالات حلوه قوي لرمضان. بصوا حضراتكم والاكسسوارات للبنات زي ما بقول لحضراتكم والمكياج. بصوا حضراتكم الموديلات وادي حضراتكم. بصوا كل الاذواق يا جماعه هتلاقوها هنا زي ما حضراتكم شايفين، وكل الالوان اللي انتم بتحبوها وكل الهدايا انواع الهدايا. طبعا احنا ايه فاتنا عيد الام ان احنا كنا نيجي نصور هنا، لكن برضو اذا احنا حبينا برضو نهاجي. افكار للهدايا كلها، لو عايزة اي هدية بمناسبة رمضان بمناسبة العيد في عيد ميلاد، لو اي حد برضو بيجهز عروسة بتجهز هتلاقي، هتجيب من هنا التحف، هتجيب من هنا المكياجات.
تساهيل بمول عجمي ستار اسكندريه هنا. بصوا حضراتكم، بصوا بقى اللي هي احدث صيحه بقى، الحاجات اللي هي الميك اب والضوافر. بصوا كل، طبعا كل حاجه باشكال لوحدها، كل كل ذوق بقى، كل واحده تحب بقى تحط الضوافر اللي هي عايزاها. بصوا كل الستاند ده خاص بالضوافر بس، اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا طبعا ايه برضو عشان برضو في العيد برضو التوك والحاجات دي لبناتنا. بصوا جميلة جميلة ازاي، جميع الاشكال بتاعة التوك طبعا والحاجات بتاعة الفوتورك. بصوا ادوات المكياج، بصوا حضراتكم كل 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 الاشكال بتاعة الميك اب اهي. بصوا السنجات بتاعة ال، بصوا الجمال. بصوا حضراتكم وحاجات بقى اللي هي للديكور، بصوا جميله جدا. بصوا والبراويز، بصوا ما شاء الله جميع الاذواق جماعه اللي هي البراويز. بصوا اشكال جميله جدا. بصوا شخصيات رمضان دي ابله فاهيته جميلة، مش دي قبل فاهيته برضه؟ وبكام قبل فاهيته دي؟ 140. كام؟ 140. لا تستاهل بصراحة. وديستشر وعم شكشك برضه منور في رمضان، وكمان سمير غانم فطوطة وعم شكشك برضه لابس كده ومتأنتج برضه صغير. انا عايزه اشكركم انكم سمحتوا لي ان انا اصور. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ماشي، ده تسهيل اهو زي ما قلت لحضراتكم بمول عجم ستار في اسكندريه اهو. لقيت برضه العروض سعر زاد 50 جنيه بس، 55 درجة 25. الأشكال اللي هي ساعات تحت الإيد، حريمي ولادي وشبابي